السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم من جديد في هذا اللايف الثاني لسهرة يوم 20 سبتمبر 2023، واللي راح نتكلموا فيها مرة أخرى طبعا على الفضيحة الكبيرة اللي دارها تبون أمام العالم في موضوع إنتاج تحلية مياه البحر. والجديد في هذا الموضوع وأنه هناك من يتحدث عن مؤامرة راح ضحيتها عبد المجيد تبون، نتكلم على هذا بالتفصيل. كذلك راح نتكلم على سفيرة أمريكا بدأت في مع مدير الشرطة والأخبار اللي يتمدها لنا. نتكلم عن الفندق اللي يقيم فيه عبد المجيد تبون في نيويورك، اللي هو ملك لأحد الأثرياء الإسرائيليين. كذلك نتكلم على قميص المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم اللي هو يصنع في المغرب. ايوي اش راح تديروا؟ كلوا بعضاكم، كلوا رواحكم، غزوا الكياس. نتكلموا ثاني على أكبر مصنع للحليب في الغرب اللي راه مغلوق منذ 2019، شكون مولاه ما حبش يمد التشيبة وخاف يقولها. ومواضيع أخرى نتكلموا فيها فيما بعد. طبعا نرجعوا لتبون وما قاله في الأمم المتحدة حول موضوع تحلية مياه الشرب. نواصلوا بلا ما نخرج ونديروا فاصل ما دام نقعدوا في الموضوع. تصريح تبون حول تحلية مليار و 300 مليون إلى 400 مليون متر مكعب من مياه البحر يوميا، نقولها يوميا، حسب بعض المصادر أنه فخ نصب له من طرف محيطه من المستشارين باش يرموه على دماغه، وهكذا لما ذركه وفاق على روحه بلي بزقها حكايه الاخر، انه كاين خبراء اقتصاديين، كاين يعني احنا ما راكش في الجزائر لا تقولها في التلفزيون تاع الجزائر اللي واحد ما يشوفو، احنا راك قلتها في الامم المتحده، كاين قناه عربيه جراو داروا تحقيق حول تحليه المياه في السعوديه، وقالوا باللي تحليه المياه درك ما تندارش بالكهرباء، تندار بالطاقه الشمسيه، لانه لا ديرها بالكهرباء تسمى راك تخسر في دراهم، لانه الكهرباء تمشي بالماء. يعني واحد الشيء هادو باش يقول تبون راهو الدعوه صعيبه عليك. وطبعا راح نتكلموا على سي بون اللي كان بالإضافة لشي اللي قالوا حول المياه، كان قالوا على الصحراء، على الأرض تاع الصحراء كيفاش نخدموها وكيفاش نستغلوها. 4 سنوات في الحكومة دار والو، هذه المشاريع الكاذبة تاع تبون. إذن موضوع تحلية المياه هو أنه كنا تكلمنا عليه في السابق، والقنوات التلفزيونية الجزائرية اللي كانوا داروا شريط وحاطين يومين، لا راحوا نحاول هذيك يومين نخلاو شريط يكمل بدون يوميا، لأنهم فاقوا. مانيش عارف إذا تبون ما لحقولوش المسامع تاعو الحكاية تاع المليار يوميا، لأنه هاد الحكاية لو تعمل بها
شوف واش راح تمدلك عملية حسابية دارها أحد الإخوان على تويتر، شوف واش تعمل العملية الحسابية، يعني بسيطة جدا جدا جدا. هذا الرقم اللي يمدو تبون، قال لك هذا واش من شهادة عنده تبون، قال لك لو تقسم 40 مليون جزائري، يعني تاع السكان تاع الجزائر، قسم عليهم هاد ال 32 هذا المليار 300 ألف متر مكعب يوميا، عارف يدير 32,500 لتر، لأنه لو تحسب الليتر المتر المكعب وفي ألف ريتلة، لكن تحسب 32,000 و500 ريتلة في اليوم لكل مواطن جزائري بما فيهم الرضع لبيبي، بما فيهم الرضع، يعني 32,500 ريتلة، يعني الجزائري اليوم راه مشتاق يدخل قطرة ماء للتواليت باش يتوضا، يعود غارق في الماء. تصور في عائلة فيها خمسة من الناس كل واحد عنده 32,500 ريتلة، يعني شيء لا. يقول لك نعرفوا بأنه كل عائلة في أوروبا اللي عندها أربعة ناس أربعة أنفار تستهلك 150 متر مكعب في السنة، احنا الجزائري راح يستهلك 32 متر مكعب ونص، 32.5 متر مكعب يوميا. يعني تشوف اركو الاوروبي عائله كامله تستهلك 150 متر مكعب، ونعرفهم يدوشوا كل يوم ويغسلوا طوموبيلاتهم ويديروا هاي ديك لعبه. اذا الارقام مخيفه اللي مدها تبون بدون ما يشعر باللي رام داروا له يعني فخ، ولكن نقولوا اذا كان من حكايه الفخ، نقول اذا كان من، يعني مانيش بعد ما صدرت كلمه، اذا كان حكايه الفخ هذا، هذو ناس اعداء الجزائر، هذو اعداء الجزائر، لانه تبهدلنا جاي قبل كل شيء الجزائر، تبون احنا ما يسمع به، واحد ما يعرفه، جاي بصيفته رئيس الجزائر يتكلم في الأمم المتحدة، واللي دار له هذا الفخ فخخ الجزائر، لأنه الأنداد اللي حابين ينحيوا إذا قادرين ينحيوا، قادرين كيما حطوا العسكر ينحي العسكر، تبون ماهوش طامع في موضة ثاني بدون العسكر، ما يقدرش يطمع، ما يقدرش يطمع، يبقى يتمسكن عند الشنقريحة، يبقى يتمرخص عند شنقريحة وعند العسكر وخلاص. درك إذا حابين يمدوا له يمدوا له، ما حبش يمدوا له موندا ثاني ما يمدولوش موندا ثاني. ولكن وعلاش تبهدلوا بالجزائر؟ لأنه هذه فيها شوف فيها من المفروض الناس اللي كتبوا له الخطاب وقراوه وراجعوه ديريكت الحبس. ديريكت الحبس، هذو تحبس صح. هذو تحبس تاع الصح. لانه هادو راهم يستفادوا من الاجر عالي، معناتها سالير قد راه، والاجر هذا تجي لي من لاروتريت، لاروتريت الى الابد تبقى لهم، يبقى لهم كل هاد الاخر الامتيازات، هادو المفروض يروحوا الحبس. تقدر تكره تبون كيما اكثر مني، ولكن ما تقبلش تبهدل الجسد، ما تقولوش تبهدل الجزائر، لأن الجزائر اللي تبهدلت الناس كامل راهي تضحك، الشعوب في العالم كامل راهي تضحك. لابد يعني حابين نحيو تبون نحيها على روحك، ولكن اللي كتبوا له الخطاب راحوا للسجن، من المفروض حبسه، اللي كتبوا الخطاب ورجعوه وراجعوه ودرسوه كامل، لأنه راهو سان كوميتي هذا، ماهوش واحد يكتب يعطي له قول روح تقرا. هذه وما كاش دونك موضوع
خطاب تاع تبون موضوع خطير جدا جدا جدا. درك نكملوا مع تبون، قبل ما نكملوا معاه نتكلموا على اللقاء مع جو بايدن. شوفوا هذا بعد الفاصل.